لتسليط الضوء أكثر مشاهدينا الكرام على المجازر التي ترتكب في غزة، ينضم إلينا الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان من بيروت. مرحبا بك دكتور على شاشة التغيير، ونتحدث عن آخر التطورات على الحرب على غزة والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، والتي كان آخرها استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي، ويعني قتل أكثر من 15 شخصا، مجزرة أيضا قافلة المرضى التي كانت متوجهة إلى معبر رفح. من الناحية القانونية ماذا يمكن تصنيف هذه المجازر، وكيف يمكن إثبات جرائم الحرب التي ترتكب باستهداف هؤلاء المدنيين في ظل التبريرات الإسرائيلية للقصف؟ نعم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. أولا يعني توصيف هذه الجرائم هي جرائم إبادة في حق الإنسانية، وهذا قلناه منذ عسكرية لكيان إسرائيل غزة والقطاع، والإطار القانوني هو واضح، يعني هم سهلوا الكثير من الأمور. أنا يعني أقول هنا الكيان الإسرائيلي سهل علينا الكثير من الأمور، حتى ولو يعني حاول أن يقمع الإعلاميين والحقوقيين من أن يكونوا في الميادين حتى يصوروا ويؤرحوا ما يحصل بالصوت والصورة، ولكننا حصلنا على الكثير من هذه الوثائق، وهي أكثر من كافية من أن يعني يتم تحويل هذا الملف إلى المحاكم الجنائية الدولية ومحاكم العدل الدولية. هناك أيضا محاكم تطال الأشخاص بشكل مباشر، وهي قد تكون في آلية أسرع مما يعني أو الجنائية الدولية، ولكن لن أوصف في هذه التفصيلات اليوم، لأننا نحاول أن نساعد هذه الآلية من خارج بعض الأطر التي عادة نعمل من خلالها. نعم، طيب دكتور، أتمنى أن يكون الصوت واضحا الآن، ولكن إذا ما تحدثنا عن المحكمة الجنائية الدولية، تحدثنا عن جميع المنظمات الأممية، نتحدث عن أيضا المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان أيضا، هل يمكن اعتماد الصور الصادرة من المدنيين الذين يصورون هذه المجازر، أم تعتمدون مصادر أخرى كالصور من الأقمار الصناعية أو من الصحفيين على وجه الخصوص؟ لا طبعا نحن نعتمد كل أنواع الوثائق التي تصلنا بعد أن يتم التأكد منها ومن مصدرها ومن مصداقيتها، لأن هناك أيضا فبركات في الإعلام عودنا عليه في الحروب الماضية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالكيان كالكيان الإسرائيلي مثلا الذي هو مدعوم عادة من عدد من الدول الغربية، وهم يحاولون أن يزوروا أو أن يخففوا أو أن يأخذونا إلى أماكن متعددة في هذه الوثائق. لذلك نحن لدينا مختبراتنا الخاصة التي نقوم من خلالها بالتوثيق وتأكد من هذه الوثائق، وعندما يتم ذلك طبعا يتم اعتمادها سواء كان من الصحفيين أو من الحقوقيين أو حتى من الأشخاص في الميدان الذين يتعاونون معنا ومع باقي الأنظمة الدولية. نعم، طيب دكتور، يعني لغاية هذه اللحظة أصبح العدد يقارب 10,000 ضحية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل. هناك وضع صحي وإنساني خطير جدا، كان هناك أيضا تغريدة للسيد أنطونيو غوتيريش بهذا الخصوص فيما يتعلق بالمجزرة التي ضربت سيارات الإسعاف. ما هي اليوم الطرق غير التنديد والمناداة بوقف الحرب لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق المدنيين؟ نعم، التنديد والبيانات مهمة ولكنها غير كافية. المطلوب اليوم إجراءات عملية من قبل الدول، هناك عمل دبلوماسي يمكن أن يتم الاعتماد عليه، هناك عمل قضائي يمكن الاعتماد عليه، هناك طلب أساسي يجب أن يتم فورا، وهو طلب عدد من الدول من مجلس حقوق الإنسان من أجل عقد اجتماع فوري حتى لا تأخذنا الآلية إلى المزيد من الوقت، لأنه هكذا أنواع من الطلبات
هي عادة لا تأخذ أكثر من 48 ساعة من أجل انعقاد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي يمكن البحث سريعا في كل الإجراءات. ولكن نحن نستغرب حتى الآن لماذا لم يتم تقديم هكذا طلب، برغم من قساوة المشهد الذي لم نشاهده في أي معركة من المعارك الدولية. هناك يمكن اعتبارات سياسية نحن قد لا نفهمها، هناك اعتبارات اقتصادية أيضا قد لا نفهمها، لأن كل هذه الاعتبارات تسقط أمام الإنسان. نعم، طيب ماذا عن الدول دكتور التي تصدر قرارات ومواقف لا تتوافق مع القوانين فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ يعني هناك مواثيق دولية موقع عليها الدول، ولكن عندما تشهد تصريحاتها ومواقفها على أرض الواقع أنها تتنافى كليا ولا تتماهى مع القرارات والمواثيق الدولية التي تم التوقيع عليها. هل يمكن من الناحية يعني القانونية اليوم إجبار هذه الدول على الالتزام بما وقعت عليه وتم الاتفاق عليه في المواثيق والقوانين الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ طبعا الإلزامية هي تأتي من صلب المواثيق التي وقعت عليها، لأنه عندما وقعت على هذه المواثيق سواء كانت اتفاقية جنيف أي اتفاقيات أخرى مشابهة يعني لها علاقة بالقانون الإنساني الدولي أو علاقة بالجرائم الكبرى التي ترقى إلى الإبادة، كل هذه المواثيق هي تلزم الدول بالآلية. يعني هناك سواء كان بالبريامبل أو حتى بالمقررات داخل الوثيقة هناك إلزامية لهذه الدول بأن تنصاع لهذه القوانين. ولكن لماذا، إذا كان هو السؤال، لماذا لا تنصاع؟ فأنا أقول لك بكل صراحة هناك اعتبارات يبدو لهذه الدول أكبر من اعتبار الإنسان كمحور للإطار العام. هي تعتبر أن السياسية والاقتصادية تفوق ما يحصل اليوم من جرائم، وبالتالي تمضي بهذا التوجه ولا تعير اهتماما لما وقعت عليه، وهذه انتهاكة كبيرة جدا بحق الدولة التي وقعت على هذه الاتفاقية. كل الشكر دكتور هيثم أبو سعيد، وأنت رئيس البعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، كنت معنا عبر سكايب من بيروت.